بعد طول غياب لمدة 20 يوم ما حطيتش حلقة في يوتيوب لأسباب شخصية. الصراحة كنت مريض شوية وبغيت دعواتكم بالشفاء، الله يجازيكم بخير. رجعنا تاني باش نكملوا في بلاي ليست تاع قصة رابو، والرابو اللي معنا اليوم في هذه الحلقة قديم في الراب المغربي، وهو قدم من بزاف تاع الرواب اللي كضربوا الملايين تاع الفيوز. دابا بزاف منكم غادي يتصدم فاش غادي يعرف ان هذا البيرسون بدا الراب شحال هذه. وباش تعرف كل شيء تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، وغادي نزيد نقول لكم ان هذا الشخص اللي معنا اليوم راه تقاتل تاع بصح باش يوصل لهذا الشيء اللي فيه هو اليوم. قدر يسمع السبان من والديه غير باش يدير الموسيقى، وتعرض بزاف تاع التهميش، وحتى شي واحد معاونه طلع راسه براسه، والحاجه اللي فيه زوينه كيحترم جينيراسيون القدم منه. قبل ما نكملوا بغيتك دير معاك لايك الفيديو وابوني لاشين وتبارطاجي الابيزود مع صحابك. وبغيت نقول لكم باللي بغيت نعاون الدراري يلا بادين الراب ولا كيف فريستايلين، اي واحد يصيفط ليا فريستايل تاعو في انستغرام اللي هو هذا، وانا غادي نبارطاجي الفريستايل تاعو في الحلقه الجايه. ودابا سيداتي ساداتي مرحبا بكم معنا في قصه المونس. انا عقلي جما قلبي رياليتي وحشنا نجمعو تا الشيلة قبل ما يسمو حنا راه مشينا جامي غنكون تابع هادو غي دركو بدون سبب هادي غي لافي كندوق عدابا لقيت غي واحد صوتو فودني واحد ناربكا شفت دموع وليت انا بحالهم كزاب. تاريخ 1 نوفمبر 1992 غيتزاد عثمان الساخي في كازا بلانكا، وبالضبط في درب السلطان اللي غيدوز فيه غير شويه من الطفوله تاعو، وغادي يتحول من بعد لحي بورنازيد. سميت الوالده تاعو فاطمه وهي ربة بيت. عثمان غادي يكبر وسط عائله محترمه المقدسات العائليه، والاحترام طاغي على جميع التصرفات، وهذا الشيء واللي غادي تسهر عليه الوالده تاعو باش تربي عثمان احسن تربيه. من هنا بدا كيحبو في الدار حتى بدا كيتعلم يمشي، وكان كلشي كيخاف عليه حتى غتوصل سنة 1998. عثمان غيدير 6 سنين، وهنا فاش غيجر ربه ويمشي بيه لأقرب مدرسة عمومية، والهدف الأب والطفل الصغير يقرا ويتعلم ويصبح في المستقبل شخصية كيحترمها المجتمع. عثمان غيدوز الابتدائي تاعو عادي، حتى شي حاجة ما غتوقع عليه بيزار فيه، حتى النهار فاش غيطلع للكوليج وغيتبدا تدخل مع سن المراهقة. وبالضبط في 2005 غتكون هذه هي البداية تاعو في الراب المغربي. من بعد ما كان كيسمع لاكولتشيغ من أمريكا والمغرب، في ديك الوقيته في المغرب كان مكلمها غير البيك ومسلم وأشكين، وهادو هما اللي كانت سميتهم كتسمع في السوق تاع الراب المغربي، وكان الاسبيراسو من هاد الناس. وفي بداية 2006 عثمان بدا كيكتب في التراكات، وكان أول مرة غيسجل فيها تراك كانت في أواخر 2006، ومن موراها في 2007 بدا كيدخل الاستوديو وكيسجل الموسيقى، وهذا الشيء مزامنة مع الدراسة تاعو اللي كان مازال يقرأ في الكوليج. وكان حتى هو في البداية تاعو كيجيب ورقة وستيلو وليزيات محاشرين، وبدا كيسمع لانستري في الزنقة وكيبدا يكتب، ومن موراها كيبدا يريبيتي، وهذا الشيء هو مازال صغير. وإلا كان باغي يسجل شي ديسك هو ما عندوش فلوس، كيدير ميكرو في بيتش وكيطلق انستري وكيعيش الحياة. كنقول لكم هذا الشيء باش تعرفوا بانه ما لقاهاش سهله. وفي 2008 عثمان غادي يخرج اول ديسك ليه، ولكن قبل ما يخرج هاد التراك خاصو يختار لي اي كي اي تاعو، وكان الاختيار تاعو تحت اسم مونستر. ومن موراها فاش غادي يخرج اول تراك ليه اللي سميتو درت 40 عام. راه بناتي عند 6 سنين وزيد وانا بوفري، شكون يكساي فرح نهار العيد؟ ضميري مات، شنو بنتي تعلمات؟ انا رفتني كان كميل حشيش حياتها تعلمات. هاد الديسك كيحكي فيه عن شي واحد وصار 40 عام من العمر تاعو وما دار والو في حياته. غتوصل الخبر الاب تاعو بان عثمان كيدير موسيقى، والوالد ديالو ما بغاش يدير موسيقى، وقال ليه راه الموسيقى كيديروها غير الشيخات. كان معارض ليه تماما في كاع داكشي اللي كان كيدير، ولكن عثمان كان عاجبه في حاجه واحده، هي انه كان شاد في قرايته وفي نفس الوقت متبع الحلم تاعو. في 2009 غادي يخرج ميكستيب اللي سميتها كوما، وما نجحاتش كيف ما كان متوقع هوايا. بقى مونستر بحال هكا كيدبر على راسه مره هكا ومره هكا، وكيسجل في التراكات وكينبش في طريقه. ومن بعد دخل بزاف تاع جروبات في الراب، ولكن احسن جروب اورجاجا فيه اللي هو اس الراس ونيت اللي هو ستون كرو، اللي كانوا فيه دراري ناضي وخدموا على بعض التراكات اللي في مستوى وغادي يحققوا بهم نجاحات في الراب المغربي، بحال التراك ومسطي اللي تحط في 2012. مونستر ما بالك هو نايت ولا معيزو نطلقوا عليه شويه لكن مسطي انا ترى انا اساسا معيزو اش صديقاش فينا العشره شي قاروش موال بخير
قالوا لي مايكل جاكسون عشيرك. اش مايكل عشير هذاك هذاك انا قاري 4 سنين فين انتي؟ انا قاري 4 سنين فهمشي بلاش 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 شهاده شهاده عندي في مايكل اش مايكل انا رابينا شويه رابينا كيفاش راب داك الشيء ديال ياو يا ايا اش مايكل ايا وانا اللي كان لا وصاطي والله شنقول وصاطي وصاطي شكرا معك كيبدا الكليب ستار كازم على واحد خونا اللي واقف في راس الدرب وكل شيء كيقول عليه هذاك خونا غير مصري وهذه ظاهره كنعيشوها في جميع الاحياء الشعبيه وهذا الشيء كيبين لنا بان الجروب تاع السونكرو عندهم كونسيبت انه كيعالجوا المشاكل الاجتماعيه بطريقه عفويه وبدون تخسر الهضره ومن موراها في بدايه سنه 2013 غادي يخرجوا بروجي اخر تحت عنوان بغاوني الموت قدام كاع على بالي شق طريق لدار لقيت بنادم مكسور قدامي تخيل معايا ملي شفتو باش حسيت تخيل معايا هزيت عيني شنو لقيت بوليس ما بغاوش يسمعوا ما بغاوش يثقوا باللي راني خدام اللي شافتو عيني هالتراك كيعاودوا فيه على واحد البلان يقدر يوقع لاي واحد فينا اللي هو الباطل فاش كيتلاح عليك الباطل واخا انت ما دير والو واخا تبكي وتحلف راه ما كاينش اللي غايثيق بك وهذا الشيء عجبني بزاف انا في الجروب كيهضروا على مشاكل كاينه في المجتمع ومن موراها فاش غيشاركوا في البولفارد في 2013 وغادي يربحوا التروفي تاع المرتبه الاولى وهذه نقطه زوينه في الكارير تاع مونستر ومن موراها غيستضيفوا مومو في البرنامج تاعو اللي معروف في هيت راديو وبالضبط في 23 اكتوبر 2013. قرينا وجبنا الباك مشكل ما قريناش ما جبناش الباك مشكل لحنا الالبوم وما لحناش مشكل ومن مورا هاد الشهره الخفيفه غادي يحاولوا يطوروا من راسهم ويزيدوا يخدموا اكثر باش يدخلوا العلاقه اللي كانوا كيحلموا بها ومن مورا فاش غيجي التراك تاع ما خدام مقاري ما قريش اخي بحاجه ما يكونش عندك فلوس باش تعيش بغيت نخدم قمعوني بغيت ندفع دفوني صباطك كان فلوبين دابا ولا في الليموني وهاد التراك غادي يكون هو اخر ديسك للجروب فاش غادي تكون نهايه تاع سترونكرو وبالضبط 2014 كل واحد غيشد الطريق والسبب كان اسباب ماديه ولكن مونستر غادي يكمل بوح ولكن غادي يبدل الاي كي اي تاعو الى المونس والسبب هو فاش كيقلبوا عليه صحابه في يوتيوب السميه تاع مونستر كيطلع عليهم الانيم تاع الوحوش ومن بعد المونس غادي يبدا يخدم مع البرودوسر ناضي بحال نيغافون وناجي الرازي وفي 2 ماي 2015 غادي يحط اول تراك ليه سولو في الكارير تاعو من بعد ما تفرق الجروب تاع السونكرو تحت عنوان واعرين حاسديني حتى على هاد العيشة اللي عايشة في ارض المنافقين عتبقاو ديما كتهزو لي صاب كي نعستو كيبتو فايقين هاد التراك كان اولد سكول واصلا مونس في البداية تاعو بدا اولد سكول وضرب هاد التيتر في يوتيوب اكثر من 1.5 مليون تاع الفيوز ومن موراها في 21 نوفمبر 2015 غادي يحط التراك تاعو فوتوني شوف كيف تا في ميريكان سير تتولي راجل لا شفتيني باقي كان كي كيعرفني باقي مسوني بما كملنا الميزازو هذا كان كلاش الجاسوس لان الجاسوس كان تاقد المونس فاش ربح التروفي تاع البولفار وكان قال عليه قال لي كيربح البولفار كيكون عنده غير معرفه وما كيربحوش بجداره واستحقاق 2015 داس عند الموس غير كتابه وكيريبيتي في التراكات تاع واحد الالبوم اللي كان كيوجد ليه في 2015 كله باش يحطه في 2016 كان اول البوم تاعه في الكارير ديالو ولكن ما كانش عنده الفلوس باش يسجل وكان جالس واحد النهار في الدار وكاعي وخاصه فلوس باش يسجل الموسيقى تاعه ونات الوالده ديالو زادت لي الفلوس من الماريو وقالت لي هاك الفلوس وسيسجل الموسيقى ديالي وفرح بزاف وكان سجل اول البوم تاعه في الاستوديو تاع جي برود اللي كاين في البرنوسي وهذا لوكال هو فين سجل الالبوم تاعو كله تاع مونس نايشن وتحط الالبوم في 2016 وبالمناسبه هذا الالبوم عجبني انا بزاف واخا ما خداش حقه حتى الاخر وغادي نقول لكم علاش ما خداش حقه الالبوم كان فيه 18 تيتر ومن احسن البروجيات اللي كانوا في هذا الالبوم هو فيس باج نكتب كل فوجيز ديالكم محال تحفظهم بدينا مع البريد وغينغ غينغ محال تعرفهم كنكتبو بالليل والنهار باش نبانو شدا يقول في هذا التيتر انه بدا شحال هادي وما كان لا يوتيوب لا فيسبوك واخا مازال ما كيعطيش للعاق راه مازال كيديرو حيت كيبغي الموسيقى وغادي يكون واحد طاك اخر اللي هو ناضي بزاف اللي هو دو بوان عدو لاخويا بلادو وكشكوش خارجه كيقول لك انا ضايع شو العقليه كي خامجه باغي نساح في الروفلان تاع الديسك كيحكي فيه عن واحد ضايع في البلاد وديما غير متشائم كيقول البلاد ما عطاتناش ومن موراها غادي يكون تراك تاع جينا اللي كان فيوتشينغ مع سلمى
بجيلي تبع المظاهر جيلي عمرو كان قانع الدراري كيشربوا فنيدة على قبل تيماكس وتجين البنات عراو في خاض الصدر على قبل 300 جيم. هاد التيتر كان السوجي تاعو هو كريتيكيو الجينيراسيون تاع دابا كيقولوا عليها انها تبدلات على الجينيراسيون فين كبروا ومايا وشحال من حاجه خسرات. حيت عندي ذكريات وسط دماغي مقلتها لاي واحد شارب من كارطون هاد الحليب مثلتها. وتحية لأي واحد شارب من كارتونات الحليب من ثلثة. إذا كنتي شارب من الموديل تاع كارتونات الحليب من ثلثة كتبها ليا في الكومنتير. بغيت نحسب شحال من واحد من الجيل الذهبي. ومن موراها غيجي التراك تاع بوهالي اللي كان فيوتشينيك مع الصادرون. كلشي على كلبوكي غوات عيام يشوفوا دار سوار خدا ورقة وشقار السيلو باش يعمر تو الماري. التيتا تاع بوهالي كيغني فيه عن شي واحد اللي ما كان عنده والو. واحد النهار ويلعب واحد الورقة تاع القمر وهي تشد ليه. دار العلاقة تاع بصح. وخسر الفلوس كيخسر كيخسر في الفلوس تمشي عليه كل شيء ورجع ما عنده والو ولا الناس كتنفضوا حتى واحد مقى حامل ويقص هذا. ومن موراها فاش غيجي التراك تاع 2005 2016 10 04 سكول سكويرا شحال ضحكنا شحال بكينا جرينا تتكوينا. هاد التيتر باغي يقول فيه بديت الراب في 2005 وكيعاود لكاع البلانات اللي وقعوا لي في حياتي وكيفاش كان كيبني في الكارير تاعو. ومن الاخر غادي نقول لكم ان الالبوم واعر بزاف وكنصحكم تمشيو تسمعوا ليه. والسبب علاش الالبوم ما خداش حقه هو انه تحط في واحد الوقيته اللي تبدل الهي تاع الراب في المغرب من البونش لاين والاولد سكول الى الفايب يعني من الكتابه والرزانه فوق الكلمات الى شي واحد باغي يسمع بغيت موسطق ما كيهموش اشنو كتقول نتايا. والمونس كان عنده داك الالبوم كان ضحية في التغير تاع لا كولتشر تاع الراب في المغرب يعني المونس فاش حط الالبوم تاعو تحطو في واحد الوقيته اللي كانت شونجا الهيت. وهاد الهضره ما قلتش غير انا راه قال حتى ما اصطفلو فاش كان سمعوا المونس الالبوم تاعو قبل ما يحطو قال لي هاد الالبوم ما غاديش يلقى نجاح حيت حنا دابا غادي في واحد الوقيته اللي كيتبدل فيها لا كولتشر. وفي 8 جوان 2016 غيجي اول تراك من بعد الالبوم اللي هو الغوص لا نجيبو الصخره نعاود نطلب نظام هتشوفوا حلمي كيراب. هاد الشيء دار بحد الان في يوتيوب 800,000 مشاهده ومن موراها في 27 يناير 2017 غادي يكون تراك تاع عالم اخر. ما تبع الشيطان شو ما سلموا لا غيشدوا شيكار رقمك راناش غا شيكاغو شيكام ما تعرفش علينا بشي بوش. هاد التراك اللي كانوا في ريمات كتربوا الودن وغادي سالي تيتر تاعو بكليب. وهاد البروجي راه منسق على يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز. وواحد النهار كان مسافر المونس مولا يعقوب شي سخو الوالده تاعو وحط ستاتش في فيسبوك بلي هو غادي لديك البلاصه. وفاش شافوها لي فان تاعو وفي ديك الساعه كان تيفلو داير لايف مشى للبيبليك عند تيفلو كيقول ليه راه المونس غادي يكون في فاس دير انت ويا شي فيوتشين. وداك الشيء اللي وقع تيفلو كونتاكت المونس وداز فيينك بيناتهم وخدموا تراك بجوج تحت عنوان فوريفر. جيب دروغ دروغ وشي دراك دروغ كنموتو معاك يا الكلاب صاحبي تحط هاد الفيت بكاع الحب. وهذا الشيء بان ليا فوق لي كوبلي تاع اي واحد فيهم في هاد الديسك. ومن موراها غيجي التراك تاع بيانو بتاريخ 12 افريل 2018 بزاز خوتي في الحبس سبابو ما جباو بزاز عرفنا الديف وحنا وما درناش اللازم تراك ناضي وواعر بزاف وبقى خدام المونس على راسو تراك موا تراك حتى واحد النهار فاش غيجبدو البنج في واحد الانترفيو وناط بيناتهم كلاشات وكان الكلاش بداه المونس بالتراك الزكيه طول من جيب مورو برا دوز نطردك نيفك ونطرك تا لورا نروح مخبي زاري وسط من جيب المورا ياك ما كدوي معايا تغني اللي نعيشو حنايا. ومن مورا هاد الديسك تقلبات القضيه كلاشات في ستوريات انستغرام فاش كان خرج البنج على موتور وتشهر بالقضيه تصيفط لوكاليزاسيون. السلام عليكم شفتي كيف الدار وانا رفاق ما فهمتش جيت بنادم لايح 3000 سطوري شي شي سرق شي شي غرق ولا واش يقول ما عليناش حنا نديرو حد ثلاث المشاكل هادو كاملين انا خرج من الدار دابا هاي سبرديل شي صولو ما ينطي فوق موطوري اي واحد ديسبونيبل في كازا بلونكا ها ها اجي نسلم يسير ما كاينش المشكل يلا بانو واعرين صيفطوا اللوكاليزاسيون ديالكم اي واحد من الاخر يلا. السلام عليكم حنا فين اليوم الدراري حي السدري في درب واحد الصاد قبيح شي رابي هما ولاد دربهم. المهم اكتشفنا انه هو تيسكن في شي بلاصه اخرى من غير دار والديه ياك لهذا نمشيو في حالاتنا تيصيفطنا اللوكاليزاسيون ديالو صيفط لوكاليزاسيون ما تبقاش تصيفط ستوريات بزاف تصيفط لوكاليزاسيون ونجيو لعندك مرحبا. السلام عليكم كما قلت لكم الدرب هذا راه واحد خونا راه عارفو ديال منو كذا الى اخره. ومن موراها جاوبو ثاني الموس في سطوري حتى هويا والله تتغديتي عندك افكار ديال ولاد
مون بروميير مو دريبش ما ضيعوش الوقت بزاف حيت هاد الميخيات هادو اللي كيغنيو الواي واي كيكونوا بحال هكا دايرين مازال رابر ما كتوحلش معاهم اما اللي كيغنيو الواي واي كيكون عقلي عندهم عقليه ديال هادي الميلودي داكشي المهم علينا اختي زكيه اول حاجه انا مخباريش كره كي جايكم كان خباري جايكم راني عرضت عليك وكذا ونجيو واخا هاد البيف ما كانش خدام فيه لاتنس واللعقه ما داخلاش من اليوتيوب ولكن راه كان في صالح الدراري بجوج راه زاد من الشهره تاعهم في الراب المغربي 26 ديسمبر 2018 المونف غادي يحط البروجي تاع فيلينغ حياه المدينة بغي كلشي الخير اسمعوا ماش كيقولوا بلا ما تيقوم غادي تبقى صابر تشد راس الخير من موراها دوجو غادي يجي واحد ديستراك غادي كلاشي فيه طوطو والبنج اللي هو ايوري اللي تحط في 28 ديسمبر 2018 دابا كيخشي نصو راب مغربي كي البورنو طوطو والبنج وملي كي الحسوي نصو علي 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 كي يفجوان وطلع شوية ديال الادرينالين من مورا هاد البلبالة اللي كانت واقعة في الراب المغربي بقى الموس خدام على راسه وركز على الموسيقى اكثر ودار الاستوديو تاعه اللي سميتو كارنافال برو وكان هو اللي قام داك الاستوديو حيت كان جمع الفلوس من الخدمه تاعه بحيث هو كان خدام في بواط دي برودكسيون بحيث هو كان كمل قرايته وخذ لا ليسونس في اوديو فيزييل ومن بعد ما دار الاستوديو بدا كيخدم الموسيقى واعره وفي 2019 كان جا واحد الميساج في الواتساب من عند واحد الرابور جزائري وكيعيش في فرنسا قال لي كيعجبني الموسيقى تاعك وبغيت ندير انا وياك فيوتشينغ وهذا الرابور اللي هو فلان وذاك الشيء اللي كان متوقع خدموا بروجي بجوج اللي كان واعر بزاف تحت عنوان لاباس هرمنا ما نديرو لمان والغلطة تخلصها بوام وصاحبي زوالي لسلطان أمان هاد ديسك راه ملصق لحد الان في يوتيوب اكثر من 20 مليون مشاهد ومن احسن تراكات اللي عاد الموس كيعجبوني انا بزاف اللي هو كارطابل اللي تحط في 2021 داري كارطابل او ماي جاد زينا غير ملي كاباب على دانزاري مشى البيض وطارطار هالتراك ضارب لحد الان في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيو الحاجه الواعره عثمان هي الكتاب عنده واحد ديفيرونس بينو وبين الراب الاخرين واعر بزاف ومختلف على كاع الدراري الاخرين واخر تراك حطو دابا اللي هو ايوري فيرسيون سان ميني الامار كاع الفايبر ودنينا نار شادين الطريق وما في دينا نار حسبي لا باحي كلشي نار اللي هو اكستريم الالبوم تاع الساروج الى حطو مزيان في البلاكه تاع الطوموبيل غادي يبان لكم التيتر تاع الالبوم في الماتريكيل تاع الطوموبيل المونس من الروابه اللي كيقدسوا الموسيقى تاعهم وكيبغيو داكشي اللي كيديروا وكيف ما شفتوا بلي هو قدم من بزاف تاع الرواب وراه عطى الراب بالمغربي وساهم في لاكولتشيغ تاع الراب بالمغربي ويستاهل كل تشجيع في الموسيقى تاعه لانه كيخدم تراكات واعره وكيستاهل وحتى في الهضره تاعه في لي زانتيرفيو كيبان داك الدري ظريف ودرويش وبغى يخدم غير موسيقى ما كيهموش هو انه بقى يتكلاشا مع الناس او يبني كارير على الكلاش رغم ان بزاف تاع الرواب في المغرب داروا كارير قد الخلا بسبب الكلاشات كيو كان كرتاح في الكلاشات وما يعرفش يخدم لك بروجي يكون واق وكيعالج شي مشكل اللي انت تقدر تطربو وتلقى الحل الخوت ما تنساش معاكم ابوني لايك الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع كاع صحابكم وتشجعونا باش نجيبو لكم روابا من جميع انحاء العالم وان شاء الله مازال بزاف تاع لي بيزود اللي غادي يكون فيهم بزاف تاع الرواب من جميع انحاء العالم موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليلة متاستة زادة كوكاينة كانت لي في لادرس 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 راجع خطوة اللو سولو ما انتش عالف وصل للكندور